السلام عليكم ورحمة الله وتعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم إخوتي الأعزاء في قناتنا المتواضعة، قناة التي تهدف إلى تطوير هواية تربية الطيور بصفة عامة، وأدعو الله لي ولكم بالتوفيق في هذه التربية وهذه الهواية الجميلة والشيقة والتي تتطلب الكثير من الجهد والكثير من الدروس والتعلم في هذا المجال لكثرة الصعوبات في زمننا الحالي من أمراض ومشاكل وظروف حياة وأمور عدة. فهذه الهواية إخوتي في الله تتطلب التركيز والتمعن والجلوس كثيرا مع طيورك للتدقيق فيها وملاحظة كل كبيرة وصغيرة تتعلق بهم لكي لا تتعرض للفشل أو نكسات في تربية هذه الطيور. فالأمراض فتكة والأمراض بكثرة وقلة الأكل، وهذا كله يتطلب أن تكون دائما حاضرا مع طيورك. ولهذا أقول أن ليس كل مرب ناجح وكل ناجح مرب. واليوم أردت أن أقدم لكم نصيحة قد تكون مفتاحا لجميع المربين وخاصة المبتدئين، وهذا للصعوبة التي يلاقونها في تربية هذا الطائر والإنتاج منه. ونصيحتي لكم اليوم إخوتي عن كيفية الإنتاج من طائر الحسون وبكل سهولة، ويكون الإنتاج وفيرا بإذن الله. ومن الأخطاء الشائعة التي يقوم بها بعض المربين وخاصة المبتدئين ألا وهي التركيز على ذكر الحسون، وهذا خطأ قد يكلفك الكثير من الوقت للإنتاج من طيورك والاستفادة منهم في جميع الأحوال. ولهذا نصيحتي لكم والمجربة 100% ألا وهي التركيز على أنثى الحسون. فما عليكم إلا أن تقتنوا أنثى حسون منتجة في القفص أو في السلاكة، أو أنثى حسون ولدت في القفص. وصدقوني أن هذه النقطة هي العامل والفارق في عملية الإنتاج والنجاح في إنتاج وفير من هذه الطيور. وأنا شخصيا أعمل بهذه الطريقة منذ زمن، والحمد لله وهي ناجحة 100%، ولا أجد أي صعوبة في الإنتاج من طيور الحسون. وأتمنى أن أكون قد أفدتكم بهذه النصيحة، وأن تكون باب خير عليكم، وأن تنجحوا في الإنتاج من الحساسين الموجودة عندكم. وأستودعكم الله وبالتوفيق جميعا. ولا تنسوا نشر الفيديو لتعم الفائدة إن شاء الله.